سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مستمعين الأعزاء، نتمنىكم تكونوا يا ربي بخير وعلى خير. القصة ديال اليوم غادي تشوكيكم بالمزيان. إبليس وما يديرهاش البنات، إبليس وما يديرهاش. واحد الإنسان معنا جاي يستشر معنا في واحد مش غادي نقول لكم في شي حوايج لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاولوا تسمعوه من البداية حتى النهاية، ما تحكموش عليه قبل ما تسمعوا القصة ديالو، اللي بطبيعة الحال قصة غادي تحبس الأنفاس ديالكم وغادي تقولوا واش هادشي كاين، والله من هذا منكر. ويبقى معايا حتى النهاية، عفاكم ما تنسونيش من الدعم ديالكم طبيعة الحال، لايك زوين وكومنتر حنين وبارتاجيو كاملين، الله يرحم بها الوالدين. وبقاو معايا كاملين ونسمعوا هذا الاخ هذا شنو كاين. السلام عليكم، الاسم ديالي محسن، في عمري 32 سنه. اليوم جيت نحكي لكم القصه ديالي وبغيت نستشر معكم في واحد القضيه، وبغيتكم عفاكم الله يجازيكم بخير تقولوا لي شنو ندير. انا حاليا ما عرفت شنو غادي ندير ومحتاج بزاف للفلوس، ما عرفتش واش نشد الزور ولا نقول الحقيقه، لان الا شد الزور اكيد غادي نتلقى واحد المبلغ اللي انا محتاجه بزاف هاد الايام. الا قلت الحقيقه ما غادي نربح والو. المهم غادي نبدا لكم القصه ديالي من الاول باش تفهموني اكثر وتعرفوا لي وتعرفوني انا اصلا علاش محتاج لدوك الفلوس. المهم انا اخوكم محسن، انا تربيت وعشت وسط عائله الحمد لله على قد الحال، ما كانش عندنا وما كانش خاصنا. الاب ديالي كان رجل طيب وبشهاده الجميع، الام ديالي كان درويشه وعلى قد الحال، انا هو الصغر في ولادهم. المهم كيف ما كيقولوا انا هو الصقع ديال ولادهم ماشي الصغر ديال ولادهم، حيت كاع خوتي قراو وصلوا وداروا داكشي علاش يولي. اما انا بقيت من بيناتهم، لا صنعة لا قراية لا وعاية لا حتى شي حاجة. المهم شنو غادي نقول لكم، انا كنت مفشش بزاف كوني انني انا هو الصغير في الذكورة وحتى في البنات، يعني انا الصغير في العائلة ديالنا كاملة او في الاسرة ديالنا كاملة. عندي جوج خوتي كبارين وعندي جوج خواتاتي ملحقين بهم، انا هو الصغير. خويا الكبير حاليا عنده 50 عام. الوالدين ديالي الام بقى بالحياه، الوالد مسكين الله يرحمه ويوسع عليه، يلا توفى هادي عامين. المهم عشت واحد الحياه اللي خايبه بزاف، حيت انا كنت واحد الدري اللي مفشش وعاجبني راسي، ما كنت كنبغي لا نخدم ولا نقرا ولا ندير حتى شي حاجه. عيال الوالد مسكين الله يرحمه ويوسع عليه باش يديني في الطريق الصحيح، كيقول لي يا ولدي ها كيفاش دير وها كيفاش تفعل وها كيفاش تصنع. ما بغيت لا نقرا ولا نتعلم ولا ندير حتى شي حاجه، ملقاني معكس وخرجت من القرايه، كنت خرجت من السانكيام. صافي قال لي ها انت ولدي الا ما بغيتيش تقرا دخل دير شي تكوين وتعلم شي صناعه على راسك اللي تفيدك في المستقبل. كنت كنقول ليه الوالد تعلم غير انت وعلم غير خوتي، انا ما نتعلم صناعه ما نقرا، خليوني عليكم ترونكيل. كان كيقول لي شكون اللي غادي يخدم عليك، واش انا ولدي غادي ندوم لك ديما، نوض ولدي تخدم ودبر على راسك. كان مسكين كيسيس معايا اكثر من القياس، ولكن انا كان في دعوه الشر. امي كانت كتقول ليها الراجل هاد الدري هذا راه ما كيتعلمش بلاتي هي احسن، الدري خصو الغرد الدري خصو العصا. كيقول ليها لا ما عمر العصا كتربي. كتقول ليه لا الراجل العصا راه خارجه من الجنه، عطي الولد العصا وخليه ينوض يخدم على راسو. انا كنت كندور في الام ديالي، كنت كنقول ليها مالك يا امي كتحرشي عليا با، ياك لاباس انا شنو درت لك. المهم دائما المشاحنات في الدار على قبلي، ما كيخدمش ما كيقراش ما دار حتى حاجه في حياته. اما بالنسبه لخوتي اللي كيقرا كيقرا واللي خدام على راسو كيخدم. بالنسبه لخواتاتي تزوجوا مشاو داروا ديورهم. المهم بقيت انا وخوتي، الكبير كان تزوج حتى هو من بعد ما شد الوظيفه ديالو ترسم ومشى للدار ديالو دمرته، بقيت انا وخويا والاب والام. اب مسكين كان كيضل يخدم ويتعافر ويجيب، انا كنت نقابل غير النعاس، كان عندي النهار ديالي هو الليل والليل هو النهار. شنو غادي نقول لكم، كنضل ناعس النهار وما طال. الفطور ديالي عندي حتى للظهر، اما الغداء عندي حتى للمغرب، اما العشاء ديما عندي حتى السحور. هذه هي الحياه ديالي. في داك الوقيته اللي بديت كنخرج مع الدراري التبليت، وليت انا كنكمل. في الاول بديت غير بالكارو، كانوا كيطمعوني هاك دوق هاك هادي حتى بلاوني بالكارو، وليت انا كيخصني نكمل. وباش نكمل ما عنديش، كنت كنضطر انني نهز للوالده الحوايج من الدار ونديهم نبيعهم. دائما كتقول لي يا ولدي الله يرضي عليك، اولدي راه ما بغيتش نلصق فيك شي شوكه، اولدي علاش كتهزي المعن، اولدي علاش كتهزي الحوايج. كنقول لها ماشي انا خويا الاخر، مع العلم ان خويا الاخر كان مسكين كيقرا وداخل سوق راسو. كان كيقول لي ما تبقاش تلصق فيا الجرائم ديالك، الشفار السراق. كنا انا وياه دائما كنوضوها صباط، حيت دائما كيعايرني وكيقول لي غير الشفار. طبيعه الحال جات معايا، جا معايا داك اللقب، حيت كنت بصح كنسرق لمي اللي لقيتو قدامي كنهزو ندي نبيعو، هذا الا ما لقيتش الفلوس. من بعد ولات كتعطيني كتقول لي ها انت ولدي نعطيك الفلوس غير ما تبقاش تهز.
والدين ديالي صراحة خنتوني فوق القياس. السبب ديالي هو با الله يرحمه ويوسع عليه. انا ماشي كنلوم، ولكن الانسان هو اللي يربي ولادو. انا في الاول كنت معكس من صغري، وملي كانت عندي 7 سنين وانا كهرب، واي حاجه بكيت عليها كيعطيوها ليا، واي حاجه غوت عليها كنلقاها، واي حاجه بغيتها كيجيبوها ليا. ما عمرهم قالوا ليا لا وهذه غاليه علينا ولا هذه حنا ما قدينش عليها. يتسلفوا ويتكلفوا يجيبوا ليا ديك الحاجه. مثلا واحد العيد كان الوالد ديالي مسكين، يالله باش تكافى شرى لنا العيد الكبير، وكسى خوتي كسى خواتاتي. ملي جا انا كساني واحد الكسوه ما عجبتنيش، قلت ليهم والو دابا بغيتكم تبدلوها ليا. كان نص الليل وكان الغد لي في الصباح العيد، قلت لهم الا ما بدلتوها ليا انا والله ما نعيد. صافي نهار الوالد ديالي مسكين خرج مع ديك 11 ونص ديال الليل، ما رجعت القريبه لوحده وهو كيقلب لي على داكشي اللي بغيتو انايا، ومي جاب لي عاوتاني ما بغيتش. المهم ما كانوش كيقولوا لي لا وهذه ما خصكش ديرها نهائيا، اللي كنديرها كانوا كيسمحوا لي ليها. شحال من مره سرقت لهم الحاجه من الدار، وكان ينوض الوالد يزاف عليا، ولكن ماشي كيشدني ويعطيني العصا، لا كان كيسمح لي. داكشي اللي خلاني وليت كنت ماذا، كنت كنهز الفلوس، كنهز الماعن، كنهز اي حاجه بانت ليا غاليه. حتى واحد الكتاب ديال واحد خويا، الاب ديالي تلف وتكلف باش شرا واحد الكتاب غالي، شديتو انا وسرقتو ليه ومشيت بعتو بواحد الثمن اللي قليلو بزاف، وخليت خويا مسكين كيبكي على داك الكتاب الدم هو راجل باش لاغمو. المهم شنو غادي نقول لكم، الحياه ديالي داز بحال هكا. ملي وصلت للسن ديال 20 سنه، سناني تسداو بالكارو وحتى البليه، وليت مبليه خوتي، وليت اي حاجه تقدروا تصوروها في دماغكم كنديرها. انا عندي 20 عام وكنت ما كنخلي ما ندير، هالبليه ديال العيالات، هالقمر، هالكميه، هالسرقه، ها كلشي. صافي من بعد الوالد ديالي غادي يمرض، وغادي يمرض واحد المرضى بسبابي، حيت انا كنت شديت في واحد الجريمه اللي كانت جريمه قتل. انا ما عندي فيها لا في يدي ولا برجلي، انا الصراحه كنت في ديك القهوه اللي كانت تمت فيها الجريمه، وكنا غير كنفرقوا ربي اللي كان شاهد. صافي ملي دخلت للحبس، المهم فاش جاو البوليس شدوني معاهم دخلت للحبس. دخلت للحبس شحال هما يعني في التحقيق وداكشي باش عرفوا شكون اللي قتل، بان المجرم الحقيقي اللي قتل، ولكن انا كنت واحد من المشتبهين فيهم، وكانوا كنت رهن الاعتقال. صافي بقيت انا تقريبا شي 3 سنين في الحبس حتى بانت البراءه ديالي. كانوا حكموا عليا عامين ولكن ما دوزتهاش، عطى الوالد عليا كفاله. شنو غادي نقول لكم، 3 سنين كنت في الحبس يعني في الباطل ديال الله، ما عمر انايا تنسى لي داك 3 سنين اللي دوزتها في العذاب، ولكن رغم ذلك ما درتش عقلي. فاش تحكمت المحكمه حكموا لي بعامين، يعني كون دوزت ديك العامين كون دوزت 5 سنين، لكن الاب ديالي مسكين بدا كيجري، حتى دوزت منها يلا 6 شهور، والاخرى خرجت بها بكفاله، حيت انا اصلا ما قتلتش، وبانت الحقيقه في الاخر. صافي هذيك فاش خرجت من الحبس ماشي زعما درت عقلي، كان الوالد مسكين كيقول ربما هو ملي دخل الحبس دابا يدير عقله. ونيت فاش كانوا كيجيو عندي يزوروني كنت كنقول لهم شوفوا انا ما عمرني غادي نعاود ندير شي حاجه، وهذه هي التاليه، وان شاء الله غادي ندير عقلي ونخدم على راسي وكذا، وهذه والوالدين اللي بغيتوها انا معاكم. ينفع خوتي خرجت انا من الحبس صافي وليت واحد اخر، ورجعت للعويدي ورجعت اكثر من الاول، ورجعت ضايق الحبس كي داير، وقلت انا ما عنديش مشكل ندخل مره وجوج وثلاثه واربعه وعشره. الوالد ديالي صافي بحال اللي هديته، الصحه ديالو تهدات بسببي، وقال لي يا ولدي صافي انا قلعتي لي الجد، ما بقاش عندي الجد باش نكون بك ولا باش نخدم ونجيب لك ولا باش نخدم ونبقى نخرجك من الحباسات، لانني تحبست لثاني مره، وهذه المره بسبب السرقه. كنا سرقنا واحد المحل ديال المجوهرات، ومولاه كان ذكي علينا، كنت انا وواحد جوج صحابي، تدينا تقريبا حكموا علينا بشي 3 سنين ديال الحبس. عاوتاني بقى الوالد ديالي مسكين كيحلف ويعطي القلب، قال لي انا صافي اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، جلس دوز الحبس ديالك. مع العلم اننا ما سرقناش، يلاه كنا كنهدو داك السيد في السرقه، داك السيد المهم كان داير الاحتياطات ديالو اللازمه. صافي تشدينا بتهمه السرقه. ايوا الوالد عاوتاني مسكين نضوى باع واحد شويه الارض كانت عنده في العروبيه، جا عاوتاني ودفعها عليا وخرجني عاوتاني بواحد الكفاله. دوز في هذاك الحبس تقريبا شي عامين وشهر، الاخرى ما دوزتهاش. صافي عطاها الوالد ديالي كفاله وخرجت من الحبس، وحتى هاد المره ما توبتش ما والو، ورجعت لعوايدي. هنا الوالد ديالي مسكين غادي يطيح مريض في الفراش، والسبب انا. الوالد ديالي مسكين كان ما عليه بابيه، كان الوالد مسكين كيخدم فاش ما عطى الله، يعني كان بدراعه، واخا كان كبير انا اللي قلعت له الجد، قوت ما كان كيخمم فيا ويفكر فيا. كاع خواتاتي تزوجوا مشاو لديورهم داروا وليداتهم، خوتي اللي خدم خدم واللي قرا قرا، اما انا خرجت مسخط والديا. هي هذيك واحد النهار عاوتاني وقع واحد المشكل، كنت تلقيت لواحد البنت كانت خدامه في واحد المعمل، شديتها درت ليها واحد السيكاتريس في وجهها، وزولت ليها التليفون، زولت ليها شي فلوس. هذيك البنت بنت الحومه ديالنا وعرفتني، حيت انا كانت معروفه داك الحومه ولد فلان
كيجريسي كيشفر كيدير كيقتل هادي هادي. المهم ماشي عليا انني انا مشرمل وشمكار. صافي هي واخا انا كنت ملت ما عرفاتني، قدرت انها تعطي المواصفات ديالي للبوليس. صافي جاو تم القبض ديالي، انا قلت ما غاديش تعرفني، ولكن بنت الحرام عرفتني، حيت انا كانت عندي واحد الخاله حدا العين ديالي، انا كنت داير واحد التقشير على وجهي ومبينه غير عينيا، ديك الخاله هي اللي كانت سبب كافي واضح انها تعرفني. ايوا هي هذيك فاش بلغت بيا البوليس جاو عندي تلطار قرقبوا عليا لقاوني باقي ناعس. قلت لهم انا ماشي انا وكذا وهادي، ولكن من بعد عطاوني الغزال وعطاوني العصا واعترفت ليهم بالهلا يطريهم ليا. صافي هنا الوالد ديالي مسكين فاش جا للدار وقالت ليه امي ها شنو كاين ها شنو كاين، بقى مسكين الدنيا مقلوبه في التريبه، شنو كاين شنو كاين، ما بغى حتى واحد يقول ليه شي حاجه. طلع للدار قالت ليه امي ها شنو كاين مسقوطات شنو ها شنو ها شنو، راه شد بنت فلان وراه دار لها 10 الغرزات في الوجه ديالها ودابا راه شدوه يعني داوه للحبس. صافي الوالد ديالي مسكين على ما كتعاود ليا امي، قال لك مسكين على وقفته وطاح ما عرفوه باش تبلاو. جات لومبيلونس هزاتو لقاو انه تعرض لواحد الجلطه دماغيه اللي تسببت في انه مسكين ولا مشلل، النص ديالو ما كيتحركش. صافي الوالد ديالي من تما هو كيعاني بالمرض، امي مسكينه ولات هي اللي كتنوض وكتضرب تماره وكتخدم، واخا الصراحه خويا الكبير ما كانش كيخليها حيت خويا كان موظف وكان كيتخلص، واخا مسكين كانت البنكه كتقطع عليه الفلوس ديال الدار اللي كان واخد بالكريدي، ما خلاش امي تخدم. قال لها لي امي بحدني انا عايش في الحياه ما تحتاجيش تخدمي. ولات امي مشات تطرقت للدار كامله حيت هذيك الدار كانت ديالنا. خويا الاخر كان سافر لواحد المدينه حيت ترسم فيها، اما خويا الكبير كان موظف دا امي تعيش معاه في الدار. وانا طرقت امي الدار، صافي بقيت انا في الحبس تقريبا شي 7 سنوات، كانوا حكموا عليا ب10 سنين، جاني العفو الملكي وخرجت من الحبس. داك البنت هذيك شنو غادي نقول لكم، ضيعتها في وجهها، واخا مشيت عندها وطلبت منها السماحه قالت لي ما عمر اخويا نسمح لك لا دنيا ولا اخره، علاش ضيعتيني في وجهي. لحد الان مسكينه باقي عندها داك السيكاتريس في وجهها، وبسببي انا 2 مرات وهي كتزوج وكتطلق، والسبب انهم كيتهموا ان هي مشربله وفاسده وهادي، وهي كانت ضحيه لواحد شماته بحالي ما كيحشمش. ايوا هي هذيك اخوتي، شنو غادي نقول لكم، فاش كنفكر هادشي راه كيبقى فيا الحال على راسي بزاف، وكنقول علاش فلان علاش ما درتيش عقلك. وانا دابا خوتي حاليا راني باغي ندير انا واحد الحاجه اللي ما مزياناش، ولكن قبل انا غادي نزيد نعاود لكم في الحكايه ديالي ونقول لكم علاش انا خاصني الفلوس وعلاش انا باغي ندير هذا الشيء هذا، وراني ما قادرش والله العظيم ما قادر. المهم شنو غادي نقول لكم، قلت لكم هذيك السيده مسكينه لحد الان كتقول لي ما نسمح لك ما نغفر لك. صافي خرجت انا من الحبس لقيت الباب طرق، امي مسكينه لقيتها عيات، خوتي الصراحه ما كيعترفوش بيا، خواتاتي واخا هكاك حنانين فيا استقبلوني. واحد اختي مسكينه كانت استقبلتني في دارها سيمانه وانا عندها، عطاتني دوشت كليت شربت. المهم قلت انا هاد المره غادي نتوب وما عمرني ما ندير شي حاجه، ولكن ها الخوت كيف ما كيقول داك المثل الشعبي ديالنا، عمر الرقاصه تنسى هزت الكتف او عمر الشيخه تنسى هزت الكتف. انا خوكم بقى واحد 6 شهور بحال هكذا، جا راجل اختي قال لي غادي تخدم معايا، راجل اختي عند واحد المحل كبير ديال الدجاج، كيبيع الدجاج المذبوح واللي بلا ذبيح، كيبيع بالتقسيط وبالجمله. قال لي تخدم معايا، قلت لي اه مستعد نخدم معاك. قال لي شنو غادي دير، غتبقى غير تذبح يعني وتريش الدجاج، وحنا وكيجيو الكليان اللي كيديوه يعني بالجمله، وكاين اللي كيبيع كيبغي الديطاي يعطيه الديطاي. المهم بقيت معاه في ذاك المحل، هو شاد لاكيس وكاينين انا واحد 2 دراري. المهم خدمني ذاك راجل اختي الصراحه كان كيدور معايا، قال لي ها انت نسيبي ها انت معايا في الدار مرحبا بك، واكل شارب من برا ما غيخصك حتى شي خير. قلت ليه لا انا ما نسكنش معاك، نخلي اختي في التيقار مع هو كان ساكن مع والدي، وكان عاطيني واحد البيت في السطح صراحه حتى واحد ما كان حاسدني، حتى دوك الناس اللي طحت معاهم اختي ناس مزيانين والله يعمر لها الله يعمر لهم الله يعمر لهم الدار. صافي من بعد مشيت عند امي قلت لها امي تعطيني السرود ديال الدار نمشي نستقر فيها. قالت لي ولدي انا ما نعطيكش السرود ديال الدار، تمشي تبيع لي الحوايج ولا دير. قلت لها امي انا صافي راني تبت وما بقيتش كيف ما كتعتقدي. قالت لي لا ولدي انا ما نثقش فيك، شديت المصحف وحلفت لها فيك. قلت لها ما عمرني غادي نمد يدي على شي حاجه ماشي ديالي. صافي وعدتها وعد ديال الرجال وقلت ليها دابا انا راني غادي نخدم على راسي وراني ديجا خدام مع راجل اختي. عيطت لها اختي قالت لها امي غير عطيه السوارت راه ما بغاش يجلس معانا، اللهم يمشي يسقر تما حسن ما يمشي يكرا عاوتاني مع الدراري، وراه ان شاء الله دابا راه ولا مزيان وهادي وديك. بالفعل عطاتني امي مسكينه السوارت، قالت لي اذا غادي نجي نعيش معاك. جا خويا الكبير قال ليها لا ما تعيشي معاه ما يعيش معاك، غادي تبقاي عاوتاني قتلك غير بالفقايص تطيحي وتموتي.
جلسي انتي واكله معززه مكرمه. صافي قلت لها امي غير جلسي مع ولدك، انا يلا دابا نتكافى مع راسي وما نقدرش على المسؤوليه ديالك وانت مريضه خصني يسخر عليك. بالفعل امي جلست عند خويا، ولكن من بعد ولات كتقول لها ولدي عمر على راسك وليدي وتزوج ونجي نعيش معاك نتايا. ولكن اخوتي شنو غادي نقول لكم، كان راسي مازال مفرعن ومازال ما قادرش اصلا انا ندير اسره. تصوروا انا يلا دابا عندي 31 ولا 32 سنه ومدوز الحبس شي 3 ولا 4 ديال المرات، شنو غادي نقول لكم؟ ما درت لا حتى شي حاجه في الحياه ديالي كيف ما سيادي، ما قريت ما تعلمت صنعه ما خدمت ما والو. المهم فاش بديت الخدمه مع نسيبي كانت الامور غاديه بخير وعلى خير، حتى لواحد النهار اللي غادي يدخل واحد السيد لتما لهداك المحل. هذاك السيد كان معلم الصناعه عليا شويه، بحال كان كيزيدو يخدم شي حوايج اللي انا كان كيقول لي لا انت ما ديرهمش. بحال جاني الحقد والحسد على داك السيد، قلت انا من ناقص عليا، انا نسيبو انا اللي خصو يتعامل معايا مزيان. قلت انا بلا ما نخسر نسيبي ولا نوض معاه الصداع، اللهم نسحب حالتي بالكرامه ديالي. ايوا خرجت من ديك الخدمه اللي الصراحه كنت كنتمعش فيها، رجعت للدار عاوتاني غير كنتكسول من زنقه لزنقه من دريبه لدريبه، حتى تعرفت على شي دراري كانوا جاوا من واحد المدينه كبيره، نقدروا نقولوا جاوا من كازا. هاد الدراري هادو فاش جاو كانوا كيقلبوا على الكره، قلت لهم انا نكري لكم، ما تشاورتش مع امي ما تشاورتش مع خوتي، كريت لهم الدار ساكن معاهم. هاد الدراري كانوا مبليين دعوه الشر ديال الدنيا والدين كيديروها. صافي بقيت معاهم انا في البليه، لقاوني حتى انا على سبه. واخا الصراحه فاش خرجت من الحبس راني ما كنت كندير والو، ولكن غير جاو سكنوا معايا في الدار صافي التبليت. نقدروا نقولوا داك الفلوس ديال الكره اللي كنت كاري لهم بها كانوا كيعطيوهاني بليا، وما كنت كنتخلص منهم ما والو. ايوا فين ما تعيط ليا الوالده كنقول لها امي راني بخير وعلى خير. حتى لواحد النهار جات عندي اختي جابت ليا شويه ديال الماكله، جابت ليا زعما بغات دي الحوايج تصبنهم ليا. ايوا وهي كتلقى الدار عامره بالعزاره قالت لي شنو هذا الشيء خويا، قلت لها غير صحابي. ايوا هي هذه قالت لي لا هادو ماشي القضيه ديال صحابك ياك، ما قلت لها راني كاري لهم شنو باش بغيتيني نعيش. ايوا هذيك اختي مسكينه بقات غير كتشوف، عيطت لامي قالت لها نوضي اجي لدارك ولدك راه كرالك الدار، ورا ما تعرفي غدا بعد غدا واش هاد الدار تلقايها ولا تلقايهم يعني هرفولك عليها. صافي امي مسكينه ما لقات ما دير، هزت حوايجها وجات. كان جاب هذاك خويا ما خلاليش بالمعيار، قال لي صاحبي واش انت ما ديرش عقلك، مالك اخويا منين جيتي منين، بحال ماشي خويا ماشي من صلبنا. المهم بقى عليا حتى بكاني بالهضره، قلت له اخويا واش انا لخاطري حتى انا هادشي اللي عطى فيا الله. قال لي نوض اخويا تخدم على راسك ونعاونك ونوض شد في الصح وتنتا دير دارك ووليداتك وخطك من هاد المشاكل هادو. المهم شنو غادي نقول لكم، هاد خويا الصراحه عيا ما يتعاون معايا، ولكن شنو غادي نقول لكم، كنت انا في دعوه الشر ما قدرتش نتوب نهائيا. في الاول قلت لي اه ايوا عاونوني شنو غادي ندير. صافي هذيك قال لي انا غادي ندير لك واحد المحل ديال المواد الغذائيه، الدار فيها الكراج غير خاوي. نوض اخويا قاد هاد الكراج سيقو نفضو، غادي نجيب لك انا لي زيكسيسوار ديالو ونعمرو لك بالسلعه وخدم على راسك، راس المال حيدو والربح نقسموه انا وياك. قلت لي ما قلتي عيب. ايوا داكشي اللي كان. ايوا خدمت الصراحه العام الاول العام الثاني دورت الحركه شويه، وحتى البليه نقصت منها، واخا الصراحه ما كنتش حيدتها 100%. تما فين غادي نعرف على نتعرف على واحد بنت من الناس اللي الصراحه قبلت عليا. هاد البنت غير بنت حومتنا وكانوا يلا سكنوا جدادين غير بشي عامين تقريبا. انا فاش كنت في الحبس كانت هي سكنت تما، فاش خرجت من الحبس كل واحد المره هضرت انا وياها هكا غير في الصدفه وصافي. قالت لي ما كنتش كنشوفك هنا واش انت ساكن هنا، قلت لها انا ساكنين هنا مش حال هادي. قالت لي ما كنتش كنشوفك، قلت لها ودي انا راه كنت في الحبس. المهم كتعرف انني انا كنت في الحبس، اصلا الجيران كاملين تما كانوا عارفيني انني في الحبس. المهم بالنسبه للجيران القدام، اما جداد ما كنتش عارف. صافي هاد البنت كانت كتعجبني وكانت دائما كتجي تسخر عليا من الحانوت، خصوصا ملي درت الحانوت فرحت بزاف وقالت لي بعدا جاب الله من عند من مقام تقدا. كانت كتجي وكانت كتبقى تشد معايا الهضره. هاد البنت كانت في العمر ديالها شي 25 سنه داك الوقت، قالت لي المهم بلي ديجا كانت مزوجه وطلقت، ولكن طلقت قبل البناء يعني ما دخلش عليها الراجل. صافي بقيت انا حط عليها العين، كتجي تسخر من عندي. البنت ظريفه نقيه كتمشي ترونكيل وكتجي ترونكيل، حطيت عليها. ايوا قلتها لامي، قلت لها امي قالت لي نعم، قلت لها واحد البنت هنايا راه بنت حمدنا وراها كتجي تسخر عليا راه عجباني الا بغات زعما نخطبها. قال لي قالت لي ولدي الله يسهل عليك، ولكن شكون فيهم راهم كاينين جوج بنات. قلت لها البنت الفلانيه، قالت لي واش شتي مع البنت الصغيره هذه راه كبيره شويه. قلت لها امي ماشي مشكل، واش 25 عام كبيره؟ قالت لي اولدي وتديها صغيره حسن لك. قلت لها امي 25 عام انا راني قابل عليها.
انت غير خطبي ليك بغيتيني ندير عقلي وندير انا وليداتي. قالت لي اها ولدي بغيتك دير عقلك ودير وليداتك. قلت لها وهي اللي خطبتي ليا هاد السيده هادي؟ قالت لي صافي ولدي لا بغيتي انا نقولها لخوتك ويجي ونمشيو عندهم. بالفعل علمت خوتي وخواتاتي تجمعوا واحد النهار، هي كانت عالمه الام ديالها، قالت لي غادي نجيو نتقدموا لفلانه. قالت لها مرحبا بكم. فاش مشينا واحد خوها ما عجبوش الحال وما قبلش، قال لي انت يا صاحبي دايز لك الدوسي الحبس ماشي غير مره ماشي غير جوج. قلت لي واه الحبس كيدخلوا له غير الرجال؟ قال لي شمن رجال ولا؟ قال لي انت يا كنتي كتكريسي وكدير وكتفعل. قلت لي شوف اخويا حتى شي واحد في هذه الحياه ما عنده ماضي نقي، واللي ما عنده القليل عنده الكثير. قال لي يا واخويا حنا الحمد لله ما عندناش كاع ماضي موسخ والحمد لله الماضي ديالنا زين. صافي بحال ما عجبوش الحال انا نخطب الخضريه ديالو، وقال لي هو المهم غادي نتشاوروا وغادي يردوا عليكم. مع العلم البنت كانت باغياني وحامقه عليا. صافي هذيك جلست 15 يوم الاولى قلت انا غادي يردوا عليا. من بعد دازت شهرين الناس كاع ما ردوش علينا، البنت ما بقاتش كتجي تسخر من عندي. طبيعه الحال غادي يمنعوها من الخروج والدروج حيت عرفوها انها باغاني وباغيها انا الزواج. قالوا لها ما عمرك تعتبي لذاك المحل هذاك. من بعد تلاقيت داك خوها قلت ليه و الصديق، قال لي نعم. قلت لي ما بقيتوش رديتو عليا؟ قال لي انسى الخوادريه. قلت لي علاش؟ قال لي غير هكاك وصافي. قلت لي واش مالي ما عمرتلكش العين؟ انا دابا راني خدام على راسي والانسان ربي راه كيسمح لنا شحال كنديرو ديال الذنوب. قال لي سير طلب عند الله يسمح لك، اما انا خويا ما بيني وبينك حتى شي حاجه باش نسمح لك ولا ما نسمح لكش. قلت لي هذه الكلمه ديالك الاخره؟ قال لي هذه هي الاخره، حنا ما عندناش البنات للزواج. شنو غادي نقول لكم؟ حرمني من هاد البنت هادي اللي غتكون عندي معاها واحد القصه واحده اخرى. قلت لي صافي ماشي مشكل، اختك وانت من حقك تعطي اختك للناس اللي يستحقوها. قال لي بطبيعه الحال. صافي غديت البصر على ديك الدريه هذيك واخا كانت كعجباني وكنت حامق عليها. من بعد بانت لي واحد البنت واحده اخرى، هاد البنت هادي كانت اللوسه ديال اختي. صافي فاش بانت لي هاد السيده قلت انا غادي نتقدم ليها. الاخ ديالها هو اللي كان مخدمني معاها مخدمني عفوا معاه. صافي من تقدمت ليها الصراحه عطاوها ليا وحتى نسيبي ما قالوا والو، وكانوا عارفيني انني دخلت للحبس شحال من مره. صراحه قالوا لي دير غير عقلك وخدم على راسك، حنا ما غاديش ندلعوا لك البنت هي وتعامل معها بما يرضي الله. واخا البنت في الاول ما عجبهاش الحال، هاد البنت كان عندها 22 عام، ولكن بعد ما هضرت انا وياها وداك الشيء عجبتها وقالت لي صافي دير غير عقلك ووعدني انك ما عمرك دير شي حاجه اللي خايبه ولا تدخل عليا شي درهم من الحرام. يا كوني هانيه انا دابا راني خدام على راسي وبخيري وبخميري. صافي هي ديك اخوتي مشيت خطبت ديك الدريه اللي هي اللوسه ديال اختي. درنا معها داكشي اللازم، درنا الواجب ديالنا معها، درت العرس ديالي في طرف شهرين كنت داير العرس جايب مرتي للدار. هذيك السيده اللي كنت باغيها وكانت باغياني جاني غير خبرها بلي كتبكي عليا الليل مع النهار، واي واحد تقدم ليها ما بغاتش تزوج. وقالت ليهم علاش مشيت تزوج وانا كنت مازال عندي امل انه ياخذني، ولكن قلت لهم قولوا لها بلي هذا الزواج غير مكاتب انا ما عندي ما ندير. كان بامكانها توقف وتتحدى خوتها وتتحدى والديها وتقبل الزواج ديالي بها، ولكن هي ما دارت حتى شي خطوه. صافي هي ديك جبت مراتي للدار بخير وعلى خير، دوزنا الفريضه ديالنا، الامور غاديه بخير وعلى خير. ما غاديش نقول لكم انني انا قطعت البليه مره واحده، بالعكس انا مازال مبلي، ولكن غير من بعد المرات. ما عمرني جبت سكار وكميتو قدام مراتي، كنت كنحترمها بزاف. كنت مقابل داك المحل ديال المواد الغذائيه وكنت كنزيد فيه شويه بشويه. من بعد خويا شافني صافي خدمت ترصيت وليت مزيان، قال لي واه انت خويا انت داك الربح اللي كنتي كتقسم معايا انا والله ما نشد منه الريال، كان كيجمعوا ليا مسكين. ايوا جابوا ليا، قال لي ها انت زيدوا في السلعه. بالفعل عمرت السلعه في المحل وزدت شي حوايج ما كنتش دايرهم، وليت معروف في ديك الحومه وكاع الناس كتقضى مني، ونقدروا نقولوا الناس بداو كينساو داك المشاكل اللي كنت كندير انايا شحال هادي. صافي مرتي حملت ليا بنتي الاولى، الحمد لله ولدت ليا بنت كتحمق، ولهلا يحرم شي واحد مسكين اللي ما عندوش الذريه الصالحه. صافي ولدت ليا البنت الاولى، بقينا هكا تقريبا شي 3 سنين. فاش درت بنتي 3 سنين دخلتها لمدرسه خاصه وكانت كتقرا غير في لابتيت. صافي قلت انا بوليداتي كاملين نقريهم في مدارس خاصه، الحمد لله مراتي معايا مزيانه، واخا كيكونوا نقاشات وراكم عارفين خصوصا ما بين العروسه والعكوزه. مع امي مسكينه قد ما هي كتكبر وهي في هذا النكير كيكثر فيها الهضره. بالنسبه لمراتي كانت انسانه متفهمه، وكانت دائما اختي اللي هي مرت خوها كانت كتقول ليها شوفي امي مسكينه ما تديش عليها راه قلبها بيد واخا كتهضر كتولي. وهي كانت عارفه النقطه الضعف ديال امي، هي خصها تهلا غير في وليداتها وتطيب ليها حاجه زوينه وتجيب ليها الحاجه الزوينه. مع امي كانت مسكينه عزيزه عليها تاكل،
خصها الفطور بفطورو والغدا بغداه والعشاء بعشاء، المهم كان عزيز عليها تاكل. انا كنت كنجيب الحاجه الزينه لمي وكنقول لمرتي طيبي لها وحطي لها سكتيها غير باش ما تبقاش تنقر لك في راسك. صافي هي ديك كملت بنتي 4 سنين نضنا وليد الحمد لله، فرحتني مرتي فرحه اللي ما بعدها فرحه. صافي انا فين غادي تقلب حياتي راسا على عقب. من بعد ما ولدت ولدي درت له السبوع فرحنا به الى اخره. كنت تعرفت على واحد السيد اللي الصراحه كنت كنعرفو في الحبس، فاش خرجت انا من الحبس هو كان محكوم اكثر مني انايا. فاش خرج جا كيسول عليا كيسول حتى لقاني. ايوا هي ديك فاش لقاني ولا صاحبي ولا عشيري، ولينا انا وياه موس واحد يذبحنا. كان يجي عندي للمحل كنا كنبرموا الجوانات. المهم وليت بديت اكثر من البليه اللي كانت فيا. صراحه كنت بديت كنقطع شويه بشويه، ولكن فاش بان هذا السيد في حياتي بحال نقولوا حياتي تقلبت راسا على عقب. هنا فين غادي نشوف عندي الحانوت وكندخل داك المصير في وليداتي غادي يطمع ليا فيه شنو نضر نضجرني للطريق ديال القمر وياها خوتي. انا واخا كانت فيا البليه ديال القمر ولكن القمر ديال التبريش وصافي. فاش الانسان كيقمر على 100 درهم و30 درهم و10 درهم، اما دابا وليت كنلعب القمر زعما داكشي مجهد. ايوا شنو غادي نقول لكم، وليت كنطب في المحل ديالي شويه بشويه. في الاول كنت كنعطي شي بركه كتسها لي مرتي، من بعد وليت كنقول لها اري داك الفلوس لاش غادي نجيب السلعه، غد لي اري داك الفلوس لاش الراجل غادي يجيب السلعه. صافي تطبيت في الربح وراس المال وما بقيت لا كنعلم ولا كنكسب. المحل بدا كيخوى خوتي عادي عقوبيه. مرتي قالت لي شنو كدير في حياتك، واش انت ما باغيش تخدم على راسك؟ حيت مراتي كانت عقدت بيا انني كنقمر، وكانت واحد الليله سمعتني كنهضر مع داك صاحبي في التليفون وقلت لي انا دابا راني غادي نقمر غير 3 ديال المليون ما عنديش كتر. صافي فاش سمعتني مرتي دارت يديها في ودنيها وغوتت غير غوته، جمعت عليا الجيران والحباب وكلشي ساق الخبر. خوتي جاو عندي ما خلاوليش بالعريقه وقالوا لي ماشي حشومه عليك، هادي سنين انت كتخدم واللي بنيتو فهادي سنين هدمتو في نهار. المهم شنو غادي نقول لكم، طبيت في كلشي. من بعد بقات لي الدار، كيفاش غادي ندير حتى نطب في الدار؟ غادي نمشي رد امي تسني لي على الورق ديال الوكاله باش انا تعطيني الوكاله انني الدار نبيعها، حيت خوتي وحتى انا كنا ردينا الدار على السميه ديال الام ديالي. مني مات الوالد ديالي ردينا ليها الدار ديالها بسميتها، يعني الدار ديالنا حنايا ردينا بسميه ديال الام. وباش انا نشد الوكاله على امي كان ضروري تسني لي على واحد الورقه. صافي هي هذيك واحد الليله مشيت كنقمر. شنو غادي نقول لكم، كنت سكران وما عقلتش على راسي. صافي ما عرفتش كيفاش درت حتى سلمت في ديك الدار هذيك. انا من بعد ما عطاتني امي الوكاله ديال الدار درتها تحت مني، قلت انا في اي لحظه نقدر نحتاجها نلعب بها. بطبيعه الحال غادي نلعب بالدار اللي الصراحه بعتها بواحد الثمن اللي بخيسو بزاف. هي هذيك شنو غادي نقول لكم، ملي عقت براسي لقيت راسي الدار صافي فلتها من يديا وتكاتبت مع داك السمسار اللي كان حاط عليا وكان عينو على القرص. مي شافني بغيت نبيع الدار صافي عطاني فيها واحد المبلغ اللي نحشم نقولو لكم. هي هذيك لغت ليه انا ما قلت والو للعائله، بقيت هامد وساقط ما قلت والو. وقلت لهذاك السيد عافاك عطيني فرصه انني نرد لك فلوسك وترد لي الدار. قال لي لا ما يمكنش الدار خصك تخويها. قلت ليه الوالده عندي مريضه ولا سقط الخبر صافي مشات فيها. صافي شنو غادي نقول لكم، بقيت كنفكر شنو غادي ندير. هي هذيك هذاك خينا اللي كان كيجي عندي واللي بلاني بالقمر، كان شاف هاد خيتي هذه اللي كنت خطبتها في الاول وما بغاش خوها يعطيها لي، وقال لي انا هاد خيتي بانت لي فيها ونوصلها باي طريقه. قلت ليه راه واخا تبغي تخطب راه خوها ما يعطيهالكش، وراه انا سبقتك ليها وما بغاش. قال لي انا لا، انا اش بيني وبين الزواج تنتزوج، انا باغي نضحك عليها حتى نديرها زعما تحت الشبكه وتحت الصباط، وعاد داك الساعه تندير فيها داكشي اللي بغيتو انا، وداك الساعه نقول لها بسلامه. قلت ليه ايوا شنو كتعاين، انا نعاونك الا بغيتي. شنو غادي نقول لكم الخوت، انا بصح هاد السيده انتقمت منها وكان وعدني انه يعطيني واحد المبلغ ديال الفلوس. ايوا هي هذيك درت له معاها واحد الوقيته. هاد السيده ولات كتجي عندي مره للحانوت اللي كان قلت لكم قريب يخوى. صافي واحد النهار قلت لها شوفي واخا ما بغيتيش تزوج بيا انا ما حقدتش عليك. قالت لي انا ماشي انا اللي ما بغيتش، خوتي اللي ما بغاوش، واصلا انت اللي ما بغيتيش، كون بغيتيني كنت سنيتيني. واخويا دابا حرق ومشى للخارج وما يجي ما عرفناش فوقاش، وكون غير خليتي كمشى وعاد كتزوجنا. قلت لي انا دابا ولدي وبنتي راهم كبروا، نتسناك انت حتى لدابا عاد نتزوج بك. صافي نكتب هذاك الشيء اللي دار هو هذاك كلشي بالمكاتب. دابا انت راه باقيك واحد السيد راه كيجي عندي وشافك. قالت لي شكون هو، قلت ليها فلان، حيت واحد المره جات سخرت عندي حيت داك خوها اللي كان زامتها صافي كان حرق للخارج ولات كتجي عندي للمحل. وهي وهاد السيده شاف هذاك السيد عندي في المحل، يعني جات تسخر عندي مره وجوج وثلاثه، كنت عاودت له عليها وقال لي انا بانت لي فيها. صافي قلت لها انا غادي نعاونك.
ايوا هي هذيك قلت لها شوفي نوضي توجي على راسك وما تبقايش هزه الهم، انت راه تبارك الله وليتي كبيره دابا. قالت لي عندك الحق، هاد السيد هذا عطيني النمره ديالو غادي نهضر معاه. صافي عطيتها النمره ديالو، بقاو كيهضروا هي وياه. واحد المره عرض لها قال لي عندي واحد الحفله تجي تحضري. جات عندي قالت لي انا ما عنديش كيفاش ندير، وانا بغيتك تهضر مع امي تقولها ليها، تقول لها راه كاين واحد الحفله عند واحد اختي ولا عند شي وحده من العائله باش تخليني نمشي. قلت لها لا لا انا ما نقدرش نمشي عند والديك، واش حماقيتي ولا غدا طرالك شي حاجه انا تسمى فيا. المهم قالت لي شنو غادي ندير، قلت لها دبري المحاينك. ما عرفتش شنو كتبت عليهم ولا ما عرفتش شنو قالت لهم فين معروضه، وجات عند داك السيد مشات معاه. صراحه انا كنت معاهم، كانت دار لواحد الدار اللي ما نكذبش عليكم دار مشبوهه. صافي هي هذيك فاش دار لداك الدار قال لي هكا غادي نمشي لواحد الدار ديال العائله وهادي، وغادي نهضروا انا وياك وكذا وهادي. السيده ما نكذبش عليكم كانت على سبه ودغيا انطلقت على ورقه. ايوا هي هذيك فاش مشات معاه السيد اغتاب صباه. هي كان كيقول ليها غادي تمشي معايا لواحد الدار فيها واحد الحفله وهادي وهادي، كذب عليها واحد الكذبه. شنو نقول لكم، كما كيقولوا كذبه بيضاء وكذبه مبرقه. ايوا هي هذيك فاش مشات لقات عالم واحد اخر شدها اغتصبها بالسيف. ايوا هي هذيك السيده زيدت المخزن ما سكتتش على حقها، وكانت قالت لهم انا اغتصبني واشنو واشنو واشنو. صافي فاش مشات عند المخزن جاو هذاك السيد هزوه. ملي جاو هزوه عيط عليا قال لي صاحبي. قلت ليه نعم. قال لي انت عندك مشكل وانا عندي مشكل. قلت له شنو هو، هو كان عارفني انني الدار بايعه بالوكاله، ولكن داك الناس مازال ما جاوش ياخذوا الدار ديالهم، امي ما عندها ما تعاود، اخوتي حتى واحد ما عندهم الخبر على هذا الشيء. قال لي انت محتاج وانا محتاج. قلت ليه كيفاش، قال لي انت محتاج للفلوس وانا محتاج للبراءه، وانا ما فياش اخويا اللي دوز الحبس معاك، كانوا موعدين اخوته قالوا لي غادي ندبروا لك باي طريقه باش تمشي للخارج، حيت هاد الدري عائلته لاباس عليهم وكانوا بوك وحب، وقالوا له هاد المره غادي نديك باي طريقه للخارج، ولكن الا توعدنا ما تعاودش تدخل الحبس. ولكن هما دغيا شكرفوا عليه البوليس ودخلوه وقالوا لي غادي نحقوا في الموضوع. المهم وانكر قال لهم انا ماشي انا وعندي الشهود على داك الشيء. عيط عليا قال لي تشد معايا. قلت ليه كيفاش، قال لي تشد معايا الزر وانا غادي نخلص لك داك المبلغ كامل اللي دفعتي في داك اللي كانوا تعطاوك في داك الليله هذيك المشؤومه اللي بعتي فيها الدار لامك. قلت ليه شحال غادي تعطيني، قال لي غادي نعطيك القد والقد يعني المبلغ بالتمام والكامل. قلت ليه زيدني شويه، قال لي ما تكونش طماع. قلت ليه زيدني شويه، قال لي غادي نزيدك مليون. قلت ليه زيد ثلاثه، قال لي ما غاديش نكذب عليك نعطيك جوج. قلت ليه كمل لي ثلاثه، قال لي صافي جاتك. ايوا هي هذيك اخوتي. دابا شنو غادي نقول لكم، هاد السيد هذا مازال في التحقيق، هي كتقول لهم هو كيقول ليها ماشي انا، هي كانت دار معاها داكشي في واحد الدار مشبوهه وهي ما عارفاش ان داك الدار مشبوهه، وراتهم البلاصه فين داها وفين اغتصبها بالسيف. مع العلم ان فاش داها واغتصبها ماشي زعما عطاتو داكشي بخاطرها، راه كان ضربها وما خلاش فيها زرقها. صافي اش غادي نقول لكم، ضربها ودار لها واحد الضربه واحد لي مرا زعما اللي كبيره، وكان ضربها بواحد الزوزوار لفخ ديالها دارت فيه 15 غرزه. يعني السيده هادشي وصل للبوليس، فيه الضرب وفيه الاغتصاب وفيه بزاف ديال الامور. دابا انايا بامكاني انني نشهد معاه الزور ويعطيني الفلوس اللي غادي نحتاج، ونعطيها لذاك السمسار اللي يوميا مرضني في حياتي، كيقول لي اما تجيب لي الفلوس واما غادي نمشيو نخولك الدار ونجريو عليك من الدار. انا كنرغب وكنزاوك فيك. نقول ليها عافاك ها العار، انا ما عنديش منين نجيب. ودابا خوتي انا عاودت لكم المشكل ديالي، انا دابا الا ما عطيتش الفلوس لذوك الناس يقدروا في اي لحظه يجيو يخرجوا امي من الدار، حيت انا امي كما قلت لكم خليتها مسكينه سنيات لي بواحد الطريقه اللي خبيته باش سنات لي على داك الورقه هذيك. كنت قلت لها امي انت راه غير واحد جبت واحد السلف على واحد الناس وقال لك ضروري انت راك داخل الحبس وهادي ما نثقوش فيك، خص شي حد اللي يبصم لك خوك ولا امك ولا باك. مسكينه غير كذبت عليها، ما دات ما جابت، وسنيات لي على داك الوكاله هذيك اللي انا من خلالها بعت ديك الدار وشديت واحد المبلغ اللي قلت لكم تافي في ديك الدار. كون نقول لكم غادي تضحكوا عليا. ايوا هذه هي القصه ديالي خوتي. دابا ما عرفت شنو غادي ندير، واش نعترف بالحقيقه ونقول لامي هذا الشيء اللي كان خافتها تموت وتمشي يعني طول عرض. خوتي اكيد ما غاديش يغفروا لي، ما غاديش يسمحوا لي، وغادي يديروا فيا شي حاجه اللي ما نقول لكمش. اصلا وليداتي ما عنديش فين نخرجهم، مراتي كل مره كتغضب كتمشي لدارهم. شنو غادي نقول لكم، تحشمت مع اختي ومع نسابها ومع نسابي انايا، حيت وعدتهم انني بنتهم غادي نتهلا فيها، ولكن بسبب المشكل ديال صاحبي وليت نسد المحل وغير كنخمم ما عرفت شنو غادي ندير. صاحبي عنده الجلسة نهار 10 في شهر 10، وضروري دابا نقرر واش نشهد معاه ونقول لهم بلي هو ما اغتصبهاش، حيت شنو غادي نقول لكم في الاخر قال لهم هو راه شي واحد هو اللي اغتصبها ماشي انا،
هذاك الواحد مسكين ما عنده ولا اناقه ولا جمال، حتى هو مشاو قرقبوا عليه. هي كتقول لهم هذا انا ما عمرني شفتو ما كنعرفوش، وهو كيقول لهم انا ما عمرني ما قيسها وما كنعرفهاش. المهم هما راهم عاد في المحاكم وطلعوا هبط، اما انا ما عرفت شنو غادي ندير. اما نشد الزور وندخل واحد الحبس بريء ونخرج انا بالفلوس ونرجع للدار ديال امي، واما ما نشدش معاه وما نشد لا زور لا حقيقه لا حتى شي حاجه، ونمشي عند امي اصلا نجيها الصراحه نقول لها امي متي انا شنو درت شنو درت، وربما خوتي ينقدوا لي الموقف. المهم اخوتي شنو غادي نقول لكم، هذه هي قصتي. نتمنى ما تلومينيش ما تدعوش فيا، راه اللي مسقط مسقط وصافي. وانا اخوتي باختصار بديت الشوكه من عند الوالد الله يرحمه ويوسع عليه والله يسمح لي منه، ما بغيتش ندي شوكه اخرى من عند امي. وهذه هي القصه ديالي، كنتمنى ان شاء الله تعطوني الحلول في اقرب وقت ممكن، والسلام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. محسن يا محسن، الله يحسن عونك، حيت ربي سبحانه وتعالى فاش كيبتلي الانسان بحال هاد الانسان بحالك راه الله يحسن عونك في راسك، حيت انت مبتلي بليك الله براسك. فجاتك شحال من فرصه اخويا باش تتوب، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله، الصقع كيبقى صقع وصافي. شنو غادي نقول لك اخويا، انا ما ندعي فيك ما حتى شي حاجه، بالعكس غادي ننصحك نصيحه لوجه الله، نصيحه لوجه الله فقط. فاول حاجه غادي نبداوها بالقول ديال الله سبحانه وتعالى، فاش قال بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، صدق الله العظيم. الايه كاينه في سوره الحج. وغادي نرجعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي كيقول الا انبئكم باكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. خويا الاشراك بالله وعقوق الوالدين، هل ولا انت داير بعدا عقوق الوالدين حيت عاقب الوالدين ديالك؟ كان الرسول عليه الصلاه والسلام متكئا فجلس فقال الا وقول الزور، الا وشهاده الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. سمعتي مزيان خويا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قول الرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا بلى يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله وعقوق الوالدين. كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا يا ليته سكت، يا ليته سكت، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاد الآية القرآنية وهاد الحديث الشريف الصحيح كفيل بأن نختصر كل شيء في هاد الآية وفي هاد الحديث. خويا الله يجزيك بخير، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت كلك على بعضك مغرقه مع سيد ربي ومع الوالدين ومع الخوت ومع المجتمع كامل، وزيد غرق عاوتاني وزيد غرق وزيد غرق وزيد حفر وزيد غرق حتى ما تعرف فين غادي توصل. دابا عندك وليدات وعندك الزوجه ديالك، اتقي الله في ديك الزوجه وخاف الله في ديك الوليدات، راه دابا عندك مسؤوليه على العتيق ديالك، خصك تكون على قدها. دابا شنو غادي تمشي دير اخويا؟ نسى عليك شهاده الزور، خلي هذاك السيد يتعاقب، حيت انت اصلا كنتي شارك معاه في ديك الجريمه ديال داك الاغتصاب ديال داك السيده، واخا هي غلطت ومشات معاه. وكنقول للبنات حذاري، البنات ما تبقاوش تمشيو مع هذا الرجال. واش اللي قال لك نتزوج بك تنوضي تمشي معاه؟ نعلو الشيطان عليكم يبعدكم، راه اللي كيبغيك حق البغيان راه يجي لداركم، تقدم لداركم بالحلال الطيب. فانا الحاجه اللي غادي نقول لك، اول حاجه ديرها توب لله عز وجل، لانك كنتي بعدا شريك في ان داك البنت تغتصبت بديك الوحشيه وتضربت بديك الطريقه هذيك. ثاني حاجه هضر مع خوتك هما الاولين قبل ما تهضر مع الام ديالك. شوف جمع خوتك قول لهم شوفوا خوتي، ويك ويك اخوتي، ويك ويك اخوتي، انا راني كلب وحداكم راه سلمت قدام بين يديكم، كافر وسلمت قدام يديكم، انا ها شنو درت ها شنو درت ها شنو درت، اللي بغيتو ديروا فيا نستاهل، نستاهل ضربوني ها انا، قتلوني ها انا، دخلوني للحبس ها انا. المهم خوكم دار واحد المشكل كبير ودابا بغيت الحل، ما بغيتش نغضب الله، وتكون هذه التوبه هذه اخر مره ندير شي غلط في حياتي، وتكون التوبه ديالك نصوحه بعد ما تصلي جوج ركعات لله وطلب الله العفو والمغفره، وطلب من خوتك السماحه، وسير اخويا كما خوتك يتفاوضوا ويجمعوا داك الفلوس ويمشيو يردوا داك العقار ديالكم، ما يمشيش هباء منثورا.
ما تقولوش للام ديالك نهائيا حتى شي حاجه، الا قدرتوا تردوا داك الشيء بلا ما تسوقوا لها الخبر غادي يكون احسن، لان مسكينه انا غادي نحس بيها حياتها كامله داك الدويره في المستورات، تجي ولدها الصقع يبيعها لها بداك الطريقه هذيك بجوج دريال، فحشومه وعيب وعار. انا كنقول لك التجأ لله اولا ولخوتك ثانيا، ومن بعد ما ترجعوا داك الدار سير اخويا توب ونعلي عليك الشيطان، سير خدم على وليداتك بالمعروف وبالمعقول، وخدي راسك من المشاكل، راه الانسان راه عنده الوقت فين يتوب لله، وديها في مراتك وديها في وليداتك راهم محتاجين لك. واش انت تبغي وليداتك يخرجوا بحالك؟ واش تبغي انت بنتك اللي يمشي يضحك عليها ويحتسب راك ما تدير وتدان؟ راه الدنيا غير سمطه كدور بزنقه سحر الدلبال، الله يعطيك الرضا. اخواتي خوتي عافاكم رفقا به، وحاولوا تنصحوه بما قال الله وقال الرسول كذلك، يعني بالتي هي احسن. شكرا لكم، شكرا لتتبعكم القناة ناس ما حكيت، الى ان القاكم دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.